فهنا قديش الحزب اليوم ينجم يرجع الثقه ولا لما تنجم ترجع الثقه؟ هاو باش نجاوبك. المهم هو علاش خلطنا من النقطه هذه، علاش خاطر واحد يعمل تقييم صحيح للموجود ينجم بعد يبني المستقبل، ينجم يصلح ويبني المستقبل. وعلاش تولي نمنو اللي الانتخابات البديله تنجم تكون جزء من الحل، مش حل نهائي، تنجم تكون جزء الاول من الحل. المواطن متقلق مناش اليوم، عائلة تونسية اليوم شو مطالبة هي؟ مطالبة باش ظروف عايشة تتحسن، يا إما هي عائلة إن شاء الله جزء من المجتمع التونسي، ناس عندها خدمة عندها شهرية وكذا. اليوم ترى اللي العيشة غليت، الزيادة في الشهرية كأنها ما تصلحش شيء، بعد العيشة غليت أكثر، السيرفيس نتاع الدولة فزدوا، الخدمات فزت، اللي رافيه يرافي فساد، يرافي كذا، يرافي. إذا عنده يتبع في السياسة يقول لك احنا انتخبنا فلان وبعد مشيت تحالف مع فلان وفي الآخر هكا ولا هكا ما مشاتش الأمور كما يلزم، ما فماش ازدهار، ما فماش معناها عيشة قاعدة تتحسن. هذا الشهر البطالة يقول لك أنا وين أمل باش نلقى خدمة؟ الناس حتى اللي اليوم جاي بديبلومات وغيره ولا ما يلوش كان على حاجة باش يمشي يخدم برا، خاطر في تونس ما عندوش أمل في المستقبل، دوك البطال زاد ما فماش حل. طب في آخر أمر دورها رجل الأعمال يجي المناخ الفاسد يقول لك ما نجمش، يقول لك ما كانش فما أمن ما نجيش وما نستثمرش، دوك ما نخلقش مواد الشغل، كل شيء مربوط ببعضه. ولكن دوك كي تحلل هذه توا ك معناها محلل ياخذ معناها اللوم بكله هو لوم على المسائل الاقتصاديه في اخر الامر. علاش؟ على خاطر انت اذا فما استثمار باش تخلق مواطن شغل، اذا عندك اقتصاد قاعد يدور عندك ثروه كافيه باش تنجم توزع كيما يلزم.